Ah, Mrs. Swapheap, we're waiting for your speech. Hello, Mr. David. This is Mr. Nagy, my fiancé. Nice to meet you, Mr. Nagy. Nice to meet you too. Thank you. هو ماله بيبص لي كده ليه؟ شكل كده مش عاجبه. انتوا جروب؟ ايوه. ونازلين وين؟ ويتش هوتيل؟ هوتيل راتال، فلو راتال. وير از ريزرفيشن؟ وين الحجز؟ Now I'd like to introduce to you all Camelia Sohbi. Ladies and gentlemen, honorable guests. As we are in Syria, allow me to speak to you in Arabic language, and my colleague here is going to translate every word. He speaks Arabic very well. يظل السؤال الذي ردده أحد الكتاب الأمريكيين بعد 11 سبتمبر هو أهم سؤال ألقي في أمريكا والذي لو عرف أساس الأمريكيون إجابته لما عانت أمريكا كل هذه المعاناة في المنطقة. السؤال هو لماذا يكرهوننا؟ واسمحوا لي أن أجيب على هذا السؤال. لماذا يكرهونكم؟ Thank you. ايه الحلاوة دي؟ ايه الكلام الكبير ده؟ بصي انا حضرت ندوات بعدد شعري راسي، ما شفتش سبيكر بالحلاوة دي. انت بتجاملني بس علشان بتحبني. واحنا مش هنخلع من هنا ولا ايه؟ ايوه مش على طول كده. يعني انا جايه اقول الكلمتين بتوعي وامشي، مش نسمع بقيه السبيكرز. انا لو منهم بقى افضل الليله
حد يغني بعد الست. ولا خليها في الارض حبه. يلا يا معلم. اهو يا معلم. يلا هو ده يا معلم. يلا يلا يلا. ها ابو ربيعه بقى. ابو ربيعه بقى. ابو ربيعه اللي جايه دي. ابو ربيعه اللي جايه دي يا معلم. اهي اخو كبير اهو. اخو كبير اهو يا ناس. يا ناس يا ناس. اهو يا معلم. يا بركه دعاكي يا ابو الغوالي. هو ده يا معلم. يا معلم اهي. مش عارف يا جماعه اعمل ايه مع الولد ده. ها 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 ايه ده؟ كرشينه تلعبوا مايسر؟ مايسر ايه يا شيخ حسن يا اوفر؟ بس بقى يا شيخ حسن ايه بنضيع وقت يا شيخ حسن؟ مالك ولما تحبوا تضيعوا وقت تلعبوا مايسر؟ الواحد حظه ماتش والكوميدي اهو. حلوه يا ولا. حلوه يا ولا. ايه ده عامل ايه ده كومي؟ انت حرامي. انت بتلعب من كومك. الكومي نزل قبل كده يعني غشاش وعبيط. دي رابع مره تنزل الكومي من ايدك. انت بتقول يا ابراهيم رابع مره؟ رابع مره تهامي. يا نهار اسود انت حرامي رسمي يا ابراهيم. وانت ساكت له ليه يا تهامي؟ ما كنتش واخد بالي. اضربه يا تهامي. يا نهار اسود بقى هتعمل ايه؟ مش تتكلم بقى انت. انت بقول لك وشك ليه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ لعن الله الميسر ولاعبيه. ما انت شايف. شايف ايه؟ اهو الميسر كان هيوديكوا في داهيه اهوت. هيخليكوا تشبكوا مع بعض. لما تحبوا تلعبوا بجد العبوا حاجه تعملوا فيها مخكم تشغلوا فيها دماغكم مش اي حاجه كده. ايه ميسر يا اخي العبوا العبوا استيميشن مثلا. استيميشن تحس تقول لي شيخ حسن انت بتعرف تلعب استيميشن؟ اعرف العب استيميشن ده ايام ما كنت في السجن. ما تفكرنيش يا حسام. ايه يا سلام كانوا الضباط يبدلوا عليا ما بطشيه عشان العبهم استيميشن. طب اقول لك على حاجه؟ قول لي. عارف هم كانوا مسميني ايه؟ ايه 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 حسن استميشن. راجل من الراجل هلال. العب يا اخي بقى. العب 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 يلا العب وريت. قول لي كويس عامل ايه؟ لم نفسك. انت هتقعد لط عني في الاوضه كتير كده يا شيخ حسن؟ بقى ده عدل يرضي ربنا؟ الدور على حسام. انا لا ابراهيم ولا حسام ولا اي حد. وتهامي نزل قال لي خمس دقايق وبقى له نص ساعة. ابعتوا لي أي حد. شوف دي عبد الجليل عندك. حاضر يا زاهد. يا جماعة ابعتوا لي أي حد عايز أنزل أشم شوية هوا. حرام عليكم بقى. يوه بلاش خوت. خليك معايا شكله جه. ناس تسيع وواحد يقعد جنب الشرطة يخدمكم بقى إن شاء الله. عامل إيه؟ الحمد لله تمام والله. إيه؟ يا حسام يا إبراهيم يا عبد الجليل الحقوني يا جدعان الحقوني. إيه؟ في ايه؟ ايه الصوت ده؟ صوت ايه؟ زهر؟